شغلين قصة حكاية، حكاية مهمة. اليوم قاعد أتابع تسجيل لتصريح أخونا مدير إدارة التخطيط في المؤسسة المهندس ناصر خريبط، قال خوش معلومات، أما يقول لك المطلع إحنا مخلصين على ما تطرح سنتين وعلى ما يتوقيع العقد 3 سنوات وعلى ما يتم التنفيذ على مراحل 7، يعني المطلع بعد 15 سنة. وطبعا إبر البنجانة هذه ما أنا قلت الحل وقلت بكل أمانة خذوا المشاريع عطوها شركات كورية وصينية، أبا شركات محلية بعد 20 سنة إن شاء الله يقولوا حلينا القضية الإسكانية. قصة على العالم. بس أخ ناصر قال قصة خطيرة، هذه قصة عن قضية ما حصل في معسكر الدوحة من انفجار وسماه تلوث، مو نووي، تلوث نوعي قال عنه، ما أدري ايش قال، وإن هذا التراب والتلوث اللي حصل في الدوحة شالوا التراب يقولون وانقلوه أمريكا والأمريكان زعلوا هناك. والله أنا ما مرت علي الحكاية هذه، بس يمكن واقعة وحكايتها صحيحة، أو يا ليت الأخ ناصر يزودنا بأصول هذه الحكاية. خوش حكاية التلوث في الدوحة، موضوع مو سهل، يعني صار عندنا بلا في الدوحة. شوفوا التقرير. ولكن التقرير نفسه، التقرير اللي كان في 2002 اللي قاعد يشير، اللي تم الإشارة له أن هناك نسبة من الأشعاعات المفقودة أو شيء، طبعا هي خلفيتها كان هناك معسكر للجيش الأمريكي، معسكر الجيش الأمريكي في مدينة الدوحة وليس المطلع، وفي أحد المعسكرات في أحد الهانجرز مال تجميع الأسلحة كان هناك انفجار، والانفجار هذا تم معالجته وتم الاحتواء عليه، ولما رجعوا كشفوا شافوا أن في مجموعة من الأسلحة اختفت من واقع الانفجار نفسها. طبعا تم تمشيط وتنظيف الموقع آنذاك إلى درجة أن حتى الرمل ودوا ولاية آيداهو في أمريكا سمبل سيرش سووا، وتشوفون حتى أمريكا قاموا هناك يتحلطمون ويبتوا الرمل الكويت الملوث عندنا، هذا كله مرة ثانية في الدوحة مو في المطلع. فإذا كان في هناك حديث المفروض الأجدة هلنا اللي بالدوحة مو اللي في المطلع. هذا تصريح مسؤول خطير اعترف بوجود أسلحة مفقودة وأن هناك حريق. واحد قال إشعاعات مفقودة، أسلحة مفقودة وإشعاعات مفقودة، شالوا التراب ودوا أمريكا. معقولة أمريكا تدخل تراب ملوث إلى وديرتهم؟ والله يمكن خذوا التراب وانشروا بالبلد. يا ليت يتم التحقق من اللي قاله ناصر الخريبط، لأن هذه المعلومات جدا خطيرة. حكومة ممكن تسألون الأخ ناصر شو قصة الرمل الملوث ونقله لأمريكا وأسلحة مفقودة؟ ترى تصريح خطير هذا، مو تصريح بسيط. ولا الحين بعض الممثلين قالين لا تكبرها بأحمد عاد الله يهداك، يعني قصة قالها وخلاص. ولا بعضهم طبعا إذا كان مو عاجب الحكي ايه يدور مشاكل، ايه ادور مشاكل كيفي. خلصنا الاخبار، طلعني فاصل.